هذه الأمثلة من نعم. الحديث التي ربما تعيبون، ولكن قد يقول قائل: يا سيدي، ذهب قبلكم الكثيرون ممن شككوا في هذا الكتاب وفي هذا الصحيح، إلا أنهم لم يذهبوا إلى أن يضربوا في الكتاب جملة وتفصيلا، حيث أنهم ربما صححوا بعض الأحاديث أو شككوا في بعضها. نجد مثلا عدنان إبراهيم يتحدث عن حوالي 200 حديث، مجموعة من الباحثين آخرين، إلا أنكم أنتم ضربتم في الكتاب أكمله. لماذا؟ بالنسبة لأنه لم تقم دراسة من قبل تناولت مخطوطات صحيح البخاري. يعني الكل تعامل مع هذا الكتاب على أساس أنه من المسلمات أنه قد ألف من طرف هذا الشخص. حتى يعني كان حوار بيني وبين صديقة من الصديقات من مدينة الدار البيضاء، فسألتني: هل فكرت أو هل من دليل على أن البخاري فعلا قد ألف هذا الكتاب؟ فحولت بوصلة بحثي إلى البحث في المخطوطات. كانت الصدمة كبيرة عندما وجدت أن بين ظهور أول مخطوطة لصحيح البخاري ووفاة الشيخ البخاري 239 سنة. ما الدليل على أن هذا الكتاب ألفه هذا الرجل؟ وحتى عندما ظهرت المخطوطات ظهرت 13 مخطوطة متضاربة مختلفة، يعني عشرات مئات الاختلافات بينها، فأي هذه المخطوطات ألفه هذا الرجل؟ بل وجدت نصوصا تشير أن التلاميذ وجدوا هذا الكتاب غير مكتمل وأكملوه، بل وجدت يعني مجموعة من الأدلة التي تثبت أن في كل عصر كانت هناك نسخة، مثلا كالحاكم في المستدرك، والمستدرك هو كتاب ألفه الحاكم ليستدرك على الشيخين الأحاديث التي لم يروياها وعلى شرطهما. نجد حديث مثلا يقول الحديث المنسوب، يعني يفهم المشاهد، يعني نعم، هناك أحاديث التي كانت على شرط البخاري ومسلم وأفتح، إلا أنهما نعم لم يروا فألف نعم. كي لا أنسى يعني شرط البخاري ومسلم للإشارة، وقعت لي نكتة. أحد الأشخاص قال لي: أنت تتحدث عن البخاري ولا تعرف حتى شرطه. قلت له: وأين ذكر البخاري شرطه في كتابه؟ قال: ذكر في مقدمة كتابه. هو لا يعلم أن صحيح البخاري ليست له مقدمة أصلا، وأن البخاري لم يذكر أي شرط من الشروط المنسوبة إليه، بل هي اجتهادات لشيوخ الجرح والتعديل بعد مئات السنين على وفاة البخاري، قالوا هذه هي شروط البخاري، ووقعوا في حيص بيص، لأن تلك الشروط التي نسبوا إلى البخاري وجدوا أن أحاديث لا تنطبق عليها هذه الشروط، كالبلاغات والأحاديث المنقطعة والأحاديث الموقوفة وغيرها من الأحاديث التي ليست على شرط البخاري وهي داخل البخاري. فعلى أي الحاكم قال أن هذه الأحاديث هي صحيحة على شرط البخاري، ما نسب إلى البخاري من شروط ولكنه لم يرويها. مثل حديث فقدت أمة، لا ليس هذا حديث، أحاول أن أتذكر، لا يحضر سيحضر، هو عن بني إسرائيل أيضا: لولا بني إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن امرأة زوجها. قال الحاكم بأن هذا الحديث على شرط البخاري ولم يروه. عندما تفتح الآن صحيح البخاري ستجد هذا الكتاب مضمن ضمن الحديث، يعني أن النسخة التي كانت في عصر الحاكم ليست هي النسخة التي بيدنا الآن. والغريب أن الذهبي وافق الحاكم على هذا الأمر، بل الحميدي أيضا يقول أن هناك مجموعة من الإقحامات في صحيح البخاري، هناك نصوص يعني نصوص حديثية، يقول لك الحميدي: هنا ينتهي الحديث وما تبقى هو كلام مدرج للبخاري أو لأحد تلامذته، ولكن في نص الحديث عندما تأخذ صحيح البخاري الآن تجد كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن الحميد يقول هذا ليس كلام للرسول، هو كلام البخاري أو أحد تلامذته. فهناك إدراجات في صحيح البخاري. إذن عندما أقول أن صحيح البخاري على الأقل كما هو بين أيدينا الآن ليس من تأليف البخاري كما هو بين أيدينا الآن، ففيه إدراجات وفيه إقحامات وغير ذلك، فأنا لم أعتمد إلا على أقوال
الشيوخ الذين يعتبر كلامهم فيصلا في هذا المجال. وبالتالي فما فعله رشيد إيلان إلا أن أخرج تلك النصوص من معاقلها في كتب التراث وحاول أن ينقلها إلى الناس، كل الناس، كي يعرفوا ما يخفيه هؤلاء الشيوخ في كتبهم. ولا يستطيع أي واحد أن يكذب كلامي، لا يستطيع أحد من الشيوخ أن يقول أنت كذاب يا رشيد إيلان، هذا غير صحيح. بل قالوا ذلك أنت مثلا، هناك مجموعة من الردود، ولكن كذاب لم يقولوا كذاب. نعم. لا يستطيع أن يقول ما يقول لك استنتاجتك خاطئة. نعم، ولكن النقول التي في الكتاب هي كلها موثقة بمراجعها ومصادرها. نعم. وليكذبوا تلك المصادر، هم لن يستطيعوا تكذيب تلك المصادر لسبب بسيط جدا، هو أنهم يقدسون أصحابها. لا يستطيع أحد أن يطعن في ابن حجر العسقلاني الذي يقول في مقدمة فتح الباري أنه وجد 13 نسخة، وقال فليقع الشروع في الشرح على أوثق النسخ عندنا، وهي نسخة أبي دالهروي، مع مراعاة ما يخالفها في غيرها مما تحتاج إليه. هذا ماذا يعني؟ يعني أن ابن حجر العسقلاني هو المؤلف الحقيقي لصحيح البخاري كما هو الآن، لأنه دمج 13 نسخة باعتماد النسخة المقياس في نظره والنسخة القياس في نظر نسخة شيخه أبي دالهروي، لأن هناك موالاة مذهبية لأنه أشعري. في رحلة في نعم. داخل الكتاب عبر فصوله الخمسة. نعم. لنعمق النقاش في هذه النقطة، أريد أن أعرج على هذه المسألة ديال الرد بعد من أزعجهم كتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة، وهو في الحقيقة أزعج حتى خلق نقاش مجتمعي وعلى مستوى التواصل، وحرك المحاكم ضد الكتاب، حرك محاكم ومنع الكتاب من النشر. لا، لم يمنع من النشر، هذا موضوع آخر. يعني كانت هناك حادثة ربما مصادرة مجموعة من النسخ من نعم. إحدى دور النشر، حدثنا عن هذه المسألة. الردود نعم. هو صدر في حق الكتاب حكمين. الحكم الأول في مراكش رفع الشكاية الوالي المعزول من مراكش، وهو يحاكم الآن، الوالي السابق المعزول هو الذي رفع شكاية ضد الكتاب، دعوة ضد الكتاب، على أساس أن كتاب صاحب أخاري نهاية أسطورة يمس بالأمن الروحي للمغاربة، وهذا مفهوم قانوني جديد، يعني لا يوجد حتى في الدستور المغربي ولا في القانون المغربي، الأمن الروحي للمغاربة، ويخالف التوابت الدينية. وأنا أطلب يعني من الشيوخ أن يقرأوا الكتاب ويأتوني بمخالفة لثابت ديني واحد. لأن عندما نعتبر مناقشة أو نقد صحيح البخاري هو يعني يمس بالأمن الروحي المغاربي ويخالف التوابت، هذا يعني ببساطة أن المسلمون بقوا أن المسلمين بقوا بدون ثابت مدة 200 سنة. نعم، سنواصل النقاش نعم. بعد فاصل قصير في هذه النقطة. إذن عودة مشاهدينا الكرام مجددا لمواصلة النقاش. أستاذ رشيد، كنتم تتحدثون منذ قليل على مسألة الحكم الذي صادر في حق نعم. كتاب صحيح البخاري، تفضلوا بمواصلة حسن الأمر. نعم، من الغرائب والعجائب هذا الحكم. أولا أسجل أن هذا أول حكم في تاريخ المغرب ضد كتاب، يعني بالأمس في العهد القديم، كانت الأمن أو السلطات تقوم بمصادرة كتاب هكذا، أما يعني أن يكون حكم ضد كتاب فهذا أول مرة في التاريخ. أول حكم يصدر ضد كتاب في تاريخ المغرب هو ضد كتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة في العهد الجديد. على أي هذا يعني هذا الحكم من غرائبه أن يعني أنه اقتنع القاضي الذي أصدر الحكم بأن فعلا هذا الكتاب يمس بالأمن الروحي للمغاربة، واقتنع بأنه يخالف التوابت الدينية. عندما طلعنا على الملف يعني ما هي الأدلة التي قدمها الوالي المعزول في مراكش ضد الكتاب؟ هو الغلاف فقط، هذه الوثيقة الوحيدة، لا يوجد كتاب.
من الغلاف فعل الكتاب يخالف الثوابت الدينية والأمن الروحي. من عجائب أيضا هذا الحكم أنه إذا اقتنع القاضي فعلا بأن هذا الكتاب يمس الأمن الروحي للمغاربة فعليه أن يصدر حكم أن يصدر حكما بمنع الكتاب ومنع طبعه، لكنه أصدر حكما بمصادرته من مكتبة واحدة في مدينة مراكش، مكتبة واحدة فقط ويباع في باقي المكتبات. إذا هذا هو الجزاء الذي كان مترتبا على الحكم، هو مصادرة كتاب من مكتبة واحدة، مكتبة آفاق بالدوديات، في حين أن ثلاث مكتبات أخرى في مدينة مراكش وباقي مدن المغرب يبيعونه بدون أي مضايقة. بعد ذلك صدر أيضا حكم في مدينة سلا بمصادرة الكتاب بنفس الحيثيات وبنفس الوثيقة الوحيدة، وهي وكأن يعني أخذنا استنسخنا حكم مراكش ووضعناه هنا. ومن عامل إقليم سلا رفع الدعوى ضد الكتاب وليس ضد رشيد إيلان، فتم الحكم بأنه يمس بالأمر الروحي المغاربة يخالف التوابيت الدينية بنفس الصيغة يعني كأنها نقلت وبنفس الوثيقة وهي غلاف الكتاب. فتم الحكم بمصادرة الكتاب من المطبع، وجدوا عندهم نحو 750 نسخة تمت مصادرتها، في حين أنه يباع في مكتبات سلا والرباط وطنجة وغيرها من المدن، حتى يعني نفدت آخر نسخة قبل شهر تقريبا من الكتاب، لم يضايق أحد أي مكتبة. وهذا من غرائب يعني الحكم. كذلك في تونس يعني حقق نسبة مبيعات. نعم، في تونس في المعرض الدولي للكتاب أنا كنت ضيف الدولة التونسية بدعوة من وزارة الثقافة مشكورة في تونس، وتم يعني الاحتفاء بي هناك وبالكتاب، وخصصوا لي ندوة لمناقشة الكتاب مع جمهور الكتاب في تونس، سواء من الإسلاميين أو من التنويريين أو من الإسلاميين التنويريين ومن يعني جميع الشرائح المكونة للجسم الثقافي في تونس. فكانت هناك يعني مناقشة هادئة وجميلة في معرض دول الكتاب أيضا، وكان حسب يعني التقرير الإعلامي للتلفزيون التونسي شارك في المعرض 1,000,000 عنوان، ومع ذلك احتل كتاب صحيح البخاري الصورة أعلى المبيعات، بيعت منه 4,000 نسخة في مدة يعني مدة نحو 10 أيام تقريبا أيام المعرض، بيعت وحقق أعلى المبيعات. كنت قد وقعت يعني قبل شهر من يعني في مارس وقعت العقد مع عقد الطبعة الأولى مع ناشر الكتاب سوتي ميديا بتونس. بعد شهر عندما ذهبت إلى تونس وقعت عقد الطبعة الثانية، لأن نفدت تقريبا الطبعة الأولى، فوقعنا عقد الطبعة الثانية، والدخول الثقافي الكتاب الآن يعني ما زال الإقبال عليه كبير في تونس. فالحمد لله نجح الكتاب يعني كما نجح في المغرب نجح في تونس، وتمت قرصنته بدون إذن مني في لبنان وفي العراق، ويباع أيضا في لبنان والعراق نسخة مقرصنة ليس عليها اسم ناشر ولا مطبعة ولا اسم الكاتب وعنوانه فقط. وقد يعني علمت بالأمر عبر وسائل الإعلام، وفي إحدى المحاضرات لشيخ عراقي يشيد بالكتاب، هو شيعي ويدعو الشيعة إلى إعادة النظر أيضا في موروثهم كما فعل هذا الشاب رشيد إيلال، وهو من السنة في أحد المراجع الكبرى للسنة، وهذا شيء جيد يعني أن الكتاب حرك شيء حتى في الضفة الأخرى، وهذا يسعدني كثيرا، لأن كان هذا هو هدفي أن أرمي حجرا في البركة الراكدة كي تتحرك. نعم، نبقى دائما في الردود، يعني كانت هناك محاولات للرد على الكتاب، خصوصا كاتب فلسطيني ألف كتيب. إذا ما رأيكم في الكتاب الذي رد فيه؟ واش طلعتم على الكتاب أم لم تطلعوا؟ نعم، طلعت على الكتاب في المحاكم وفي المحاكمات. أنا رجل إعلام، تعلمنا من رجال الدفاع رجال البدلة السوداء أنهم يعني أول ما يطرحون هو الدفعات الشكلية، فإذا حصروك في الدفعات الشكلية يبقون في الدفعات الشكلية، وقد ترفض القضية ويربحونها يعني بالدفعات الشكلية. سأقوم بهذا الأمر يعني الآن، وأنا أناقش كتاب هذا الطالب الفلسطيني. طالب فلسطيني صحيح. نعم، كتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة
عدد صفحاته 283 صفحة في طبعة المغرب التي موجودة على البي دي اف الذي قرأه. نعم. عدد صفحات هذا الكتاب 70 صفحة فقط. 10 صفحات الأولى من الكتاب في الرد على الناشر. وقد ألفه في 5 أيام. 5 أيام نعم. نعم. 10 صفحات الأولى في الرد على ناشر الكتاب. وليس على الكتاب، في رد على الناشر. بقيت لدينا 60 صفحة. 30 صفحة من 60 من من 60 صفحة المتبقية كانت في الرد على أبو ريا وليس على رشيد إيلال، فقط لأني استشهدت بنصين أو ثلاث في الفصلين الأولين لأبي ريا، فإذا به كأن الكتاب هو كتاب لأبي ريا، يعني كتاب يقولون أنه الكتاب سرق من أبي ريا ومجموعة من كتاب أضواء على السنة المحمدية. الرجل لا يناقش مخطوطات صحيح البخاري، لا يناقش سيرة البخاري، لا 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 يناقش مسألة هل البخاري ألف هذا الكتاب أم لا. أبو ريا في كتابه أضواء على السنة المحمدية يناقش أحاديث في مجموعة من الكتب، ويناقش مسألة التدوين من عدمه، وهذه هي الجزئية التي حاولت أن أستشهد بنصين أو ثلاث لأبي ريا. أحلت يعني لا أعرف كيف أسرق وأنا أحيل. الغريب أن من اتهمني بالسرقة هم دكاترة. هؤلاء الدكاترة يعرفون أن البحث العلمي يجب أن 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 أن, أن تكون هناك استشهادات فيه، فأنا لا أكتب إنشاء، لا أكتب رواية، لا أكتب نصا أدبيا، أنا أكتب بحثا، والبحث يجب أن تعززه بآراء وتستنتج وترتب. فهل ترتيب كتاب صحيح البخاري هو نفسه ترتيب كتاب أبي ريا؟ هل استنتاجات صحيح البخاري نهاية أسطورة هي نفسها لأبي ريا؟ يعني شتان بين، رغم أن لأبي ريا سبق فضل وسبق بحث، فالرجل في الأربعينيات يعني أثار إشكالية التراد حينها لم تكن مثارة بتلك الحدة، فكان رجل له سبق في هذا المجال، وهو أكثر مني علما وأوسع أفقا، ولكن لست نسخة عنه. والمتمعن في كتاب، ليس المتمعن يعني، حتى من خلال دراسة شكل كتاب صحيح البخاري فستجد يعني هناك يعني أن الدراسة هي تجاوزت ما وصل إليه الرجل أبو ريا يعني بأشواط كثيرة. فأبو ريا ركز على مسألة تدوين الحديث وإشكالية تعارض نصوص الحديث مع القرآن الكريم. هذا كان جزءا بسيطا من كتاب صحيح البخاري انتهى الصورة، فكيف لمجرد أن استشهدت بنصين أو ثلاث لأبي ريا أكون قد سرقت منه الكتاب. كذلك مسألة اعتماد بعض المواقع الإلكترونية، يعني نعم. يعيبون عليكم أنكم ربما تعتمدون على، هو أمر ربما يشوبه نوع من التبخيص من للعمل حسب رأيي. نعم. ما أضحكني في هذه النقطة قبل أن أرد عليها هو أن أحد الذين ردوا علي اعتمد أيضا، عاب علي اعتماده اعتمادي على بعض المواقع في الإنترنت وبعض الصفحات الشخصية لبعض الباحثين في الإنترنت، وهو عندما كان يرد يقول قال في موقعي كذا وقال على صفحته كذا، أصبحت مرجعا عندما أراد أن يهاجم رشيد إيلال، أصبحت مرجعا. على أي، نحن في القرن 21 ونعرف أن الأنترنت هو رافد ثقافي وعلمي هام جدا. الآن لا توجد جامعة في العالم ليس لديها موقع على الأنترنت. الجامعة المغربية الآن دخلت إلى ما يسمى بالتعليم الإلكتروني كي يتسع أفقها أكثر. الجامعات العالمية الآن تعلم يعني من خلال المواقع الإلكترونية. فأيضا هناك مكتبات ضخمة 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 جدا إلكترونية تتيح الكتب بشكل مجاني أو بأتمنة رمزية، يعني ما العيب الاعتماد على هذا الأمر. هناك باحثون كبار جدا يجعلون من صفحاتهم الفيسبوكية أو من مواقع خاص شخصية لهم ينشرون عليها ما وصلوا إليه. فالآن إذا كان هؤلاء لا يرون أن الإنترنت هو مرجع علمي، فيجب أن يراجعوا أنفسهم، لأن الإنترنت أصبح مكان للمعلومة. يعني إذا كان الإنترنت يأخذ به حتى القضاء
ويدان الأشخاص ويبرؤون بالأنترنت، فكيف لا يستعمل في البحوث، لا نعتمد عليه في البحوث العلمية؟ فهو وعاء كغيره من الأوعية. بالأمس القريب كان الكتاب الورقي هو وعاء، وقد يكون هذا الوعاء مليء بالتفاهات. فالمشكل ليس في الوعاء، ولكن ماذا يحويه، يحتوي عليه الوعاء. فأنا عندما استشهدت ب14 مصدر إلكتروني، والمراجع الورقية تجاوزت 50 مرجعا. فكيف يقول هؤلاء أنني اعتمدت على الانترنت؟ وقد أعتمد عليه، يعني ليس لدي أي مشكل أن أعتمد على الانترنت 100%، لأنه مصدر، لأنه لم يكن له الحظ الأوفر في الاعتماد عليه. لكن 14 موقعا أمام أزيد من 50 مرجعا من أمهات كتب التراث الديني، فالمسألة يعني نسبتها لا تتجاوز 20% من المصادر المعتمدة في الكتاب. لدي سؤال دقيق وأريد إجابة صريحة. هل تنكرون كل ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم تنكرون بعض الأحاديث التي يشوبها ربما عيب في سندها أو في تثبت حقيقتها العلمية؟ المسألة أراها أعمق من ذلك. الإشكالية هنا ليس في أن أقبل أو أرفض، الإشكالية هو هذا الكتاب هل هو وحي إلهي أم هو تاريخ؟ فإذا قلنا أنه وحي إلهي فتلك مصيبة، لأنه يجب أن يكون كاتب هذا الكتاب معصوما كي أعتبر كل ما في ذلك الكتاب وحي، سيما حتى يعني حتى الطريقة التي تم نقل بها ما يسمى بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت لم تروى بألفاظها ولكن بفهوم الرواه. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاما والصحابي نقل فهمه لكلام رسول الله لتابعي، والتابعي فهم من فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من فهم الصحابي لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما آخر ونقله بفهمه أيضا، وهكذا حسب اتساع دائرة التسرد التي تصل أحيانا إلى 9 أو 10 أشخاص حسب يعني طبقات السند. وبالتالي فنحن أمام فهم من فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لسنا أمام وحي، نحن أمام تاريخ. وبما أن هذا الكتاب هو يحاول أن يؤرخ لمرحلة معينة وينقل أحداث مرحلة معينة، فهنا تنتفي عنه القدسية، وهذا هو هدفي، أن تنتفي على هذا الكتاب القدسية. ثم بعد ذلك يمكننا أن نخضع حيثيات هذا الكتاب ومضامينه إلى آليات التحليل التاريخي. وهذا ما فعلت، تعاملت معه من زاوية المخطوطات، من زاوية الكوديكولوجيا. ويمكن لباحث أكثر يمكن أن يتعمق إلى الفيلولوجيا، يعني يدرس لغة المتداول، وهذا وشخص آخر يمكن أن 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 يناقش الجانب الأركيولوجي وعلاقته بالنصوص، سيصبح نصا تاريخيا وتصبح أدوات فهمه ودحض ما فيه أو قبول ما فيه خاضعة للمنهج التاريخي وليس لعلم الإسناد. وإذا استطعنا يعني أن نقوم بهذا وأقنعنا الفاعلين في التراث الديني بأن ذلك تراثا وليس دينا، وأنه جزء من تاريخنا يجب أن نمحصه ونقبل منه ما نراه موافقا لكتاب الله وموافقا للحقائق التاريخية، ونرفض ما نراه خرافة وما نراه مصادما للقرآن وما نراه مصادما للتاريخ. وبالتالي نأخذ على سبيل المثال عندما نجد حديثا في صحيح البخاري يتنبأ بوفاة رهط، يعني جاء رهط إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له متى الساعة؟ قال قبل أن يدرك هذا الصبي الهرم، كان طفل صغير معهم، تقوم الساعة. هرم الصبي ومات الصبي وشبع موتا، وهرمت سلالته وشبعت موتا، وربما تحولت عظامه إلى رميم، وما زالت الساعة لم تقم. ماذا يفعل هؤلاء الذين يقدسون البخاري؟ يفتحون الباب مشرعا للكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.